بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حل ولا شيء عليه، حل ولا شيء عليه ما دام اشترط عنده الإحرام، إلا إذا كان معه هدي، ففي هذه الحالة إذا أحصر لابد أن ينحر هذا الهدي. إذا يستفيد المحرم باشتراطه شيئين، أحدهما أنه إذا عاقه عائق فله التحلل، الشرط الشيء الثاني الفائدة الثانية أنه متى حل فلا دم عليه ولا صوم، وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفدي بقوله محلي، والقول لا يكون إلا باللسان، قولي محلي، قولي محلي، فالقول لا يكون إلا باللسان. نعم. ولو شرط أن يحل، أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضيه لم يصح الشرط، يعني الشرط أن يكون إيه؟ يحدث بشيء رغما عنه، مرض أو عدو كما قلنا، لكن ان يقول لو ومحلي حيث اشاء، لو انا مزاجي في اي مكان في اثناء الرحله عايز ارجع في الاحرام ارجع بدون اي شيء، لا يصح هذا الشرط. او يقول انني واذا افسدت حجي او عمرتي لم اقضه ايضا لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لانه لا عذر له في ذلك، لا عذر له في ذلك. ولا يبطل الاحرام بجنون او اغماء او سكر كموت. هل الموت يبطل الاحرام؟ لا يبطل الاحرام، الموت لا يبطل الاحرام لخبر المحرم الذي وقفته راحلته، قال في النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث يوم القيامه ملبيا، يبقى على الحال التي مات عليه. فاذا استفاد من هذا ان الموت لا يبطل الاحرام، يعني ما فما اجمل الموت، يعني في حال الاحرام يبقى محرما لله سبحانه وتعالى الى ان يبعث يوم القيامه محرما، ويبعث المرء على ما مات عليه. لكن هل ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر؟ لا ينعقد، يعني لا يبطل الاحرام بجنون او اغماء او سكر كالموت، لكن لا ينعقد مع وجود احد هذه الاشياء، يعني الجنون او السكر. اي نعم. يقول العلامة العثيمين في هذه المسألة، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، هذه شرحناها. ثم يقول قول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا مطلق يشمل من كان خائفا ومن لم يكن خائفا، يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول إنه سنة مطلقا، وهذا هو مذهب الحنابلة المعتمد عند مذهب الحنابلة، أن الاشتراط عند الإحرام سنة مطلقا، يعني يقول إن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني، فيقول ذلك بلسانه، فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب، بل لابد أن يقول بلسانه. القول الثاني للعلماء ان الاشتراط ليس بسنة مطلقا، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير ومالك وابو حنيفة. القول الثالث انه سنة لمن كان يخاف المانع من اتمام النسك، في شيء معين هو يتوقعه يوقفه عن اتمام يعني النسك، وتركها سنة لمن لم يخف، تركها سنة يعني سنة تركية لمن لم يخف، لكن هو سنة الاشتراط لمن ايه يخاف المانع، وهذا القول هو الصحيح، هذا ما يرجحه العلامة العثيمين حفظه الله. القول الثالث إنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، وتركها سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح والذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل إن حبسني حابس، وحبس، وكذلك في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وحجة الوداع لم ينقل عنه انه قال وان حبسني حابس، ولا امر به اصحابه امرا مطلقا،
بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط استرشادا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يخف قلنا له السنة ألا تشترط. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، فكثيرا ما يحدث اصطدام وكثيرا ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية هذا الشرط؟ قلنا لا، لأنك لو أحصيت الحديد وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا وليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات والناس. يعني أن الغالب السلامة، الغالب هو السلامة والله الحمد. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت حوادث، ففي عرفة وقفت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، وهذا حادث ناقة ولكنه يشبه حادث سيارة، هذا حادث موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا شرطا عاما أو أمرا عاما. فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط؟ قلنا قال بعض العلماء إنه لا فائدة منه، وإنما هو رب يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا. والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا، لأنه لو لم يشترط وأحصر يجب عليه الإيه؟ الهدي. فمعنى مجانا يعني بلا هدي، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل بلا شيء مجانا، ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء. فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. لأن طبعا الإحصار بما يقع الإحصار هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن قائل لا ينحصر الإحصار في الإيه؟ في العدو خاصة، وبعض العلماء يعمم ما يحصر به المحرم فيضيف إلى العدو، يضيف إليه ما كان في معناه من مرض أو ذهاب نفقة أو حادث أو ما أشبه ذلك، فالمسألة فيها خلاف. وهنا عبارتان، العبارة الأولى أن يقول إن حدثني حادث فمحلي حيث حدثني، محلي يعني محل إحلالي من النسك أو وقف إحلالي منه. والعبارة الثانية أن يقول إن حدثني حادث فلي أن أحل. والفرق بينهما، إذا قال طب إيه الفرق بين العبارتين؟ نعيد العبارتين في الاشتراط، يعني يقول إن حدثني حادث فمحلي حيث حدثني، العبارة الأخرى إن حدثني حادث فلي أن أحل. أي نعم صحيح، لأن الأولى إن حدثني حادث فإني أصير إيه؟ حلالا مجانا في المكان الذي تحبسني فيه أو الوقت الذي تحبسني فيه. أما العبارة الثانية إن حدثني حادث فلي أن أحل، يعني أكون بالخيار إن شئت مضيت وإن شئت أحلل. يقول الشيخ الفرق بينهما إذا قال فمحلي حيث حدثني حل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. وأما إذا قال حدثني حادث فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل وإن شاء استمر. فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟ الجواب نعم ولا شك، لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا، والحائض كذلك إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإن إذا كانت توقع حصول الحيض تشترط. مسألة، امرأة لم يطرأ الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى ألا تتم النسك من أجل هذا المرض، فقالت إن حدثني حادث فمحلي حيث حدثني، تريد المرض لكن المرض خف عنها أو زال وحدث الحيض، فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟
الجواب يحتمل أمرين أو يحتمل أمرين، لكن من قال يؤخذ بالعموم حبسني حابس فنقول هذه نكرة في سياق الشرط فتعم أي حابس، وهذا من الحوادث، فقد يكون في قلبها في تلك الساعة مرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وغوص المحرم وما أشبه ذلك. والأخذ بالعموم أرجو أن لا يكون به بأس، وإلا فإن الحال قد تخصص العموم. فإن قال قائل إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ الجواب على قولين، القول الأول ينفعه لأن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه، القول الثاني لا ينفعه لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب. طبعا ده كله بناء على إيه؟ على أنه لا يشترط، على القول الثالث أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا، إلا إذا كان خائفا. فلا يترتب على غير المشروع شيء، وإذا قلنا إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من المضادة لأحكام الشرعية. مسألة، لو أن رجلا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة ولي أن أحل متى شئت، فهل يصح هذا الشرط؟ الجواب لا يصح، لأنه ينافي مقتضى الإحرام، ومقتضى الإحرام وجوب المضي وأنك غير مخير، فهو أتم الحج والعمرة لله، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى في منار السبيل: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. يعني إن حصل هذا الوطء قبل التحلل الأول وهو الذي يحصل بطواف الإفاضة يفسد هذا الحج. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف لهما مخالف، ولا يبطل، يعني هذا الحج يفسد لكنه لا يبطل، بمعنى أنه يلزمه أن يتمه وأن يقضيه. يقول: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمع فساد هذا الحج وهو الذي فيه يعني يفسد بالوضع قبل التحلل الأول، لكنه لا يبطل بل يلزمه أن يتمه ثم أن يقضيه. نعم. من قابل، يعني في العام المقبل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وهذه المسألة سوف نفصلها إن شاء الله تعالى عند الكلام على يعني محظورات الإحرام. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذن يناقش هنا أنواع
أو أحكام المسألة الأمساك الثلاثة، فهذا يبين أن الحج على ثلاثة أنواع، أن النسك هناك ثلاثة أنواع من الحج. يقول: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، وهو أفضل، يعني يرى أن أفضل أنواع النسك الثلاثة هو التمتع. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. يعني عامة المحدثين أن يفضلون التمتع على النسكين الآخرين كما سنبين إن شاء الله تعالى، وهذا مذهب الإمام أحمد. أو ينوي الإفراد أو القران، يعني هو مخير. يعني وقضية التخيير أن كل من هذه الأنساك الثلاثة جائز، لكن الخلاف في أيهم أفضل، فالمذهب أن التمتع أفضل. أو ينوي الإفراد أو القران، قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. يعني قرن. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. هذه هي صورة التمتع، يعني أولا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ بشهر شوال، شوال وذي القعدة، والكلام في الحج سبق الكلام بالتفصيل فيه. فيحرم بالحج ابتداء من شوال او ذكادة او قبل يوم عرفة في ذي الحجة، يحرم بالعمرة في اشهر الحج، واضح؟ ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، يعني بعد ما يفرغ من العمرة ويتحلل من العمرة يمكث في مكة متحللا الى ان يأتي يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، فيخرج مهلا بالحج. فهذا هو المتمتع، من أحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم طبعا من غير أهل مكة، من غير حاضر المسجد الحرام، إنما الكلام هنا في من يكون غير حاضر، ليس من أهل المسجد الحرام أو ليس من أهل مكة، وإنما هو من أهل الآفاق الآتين من أبعد مسافة القصر. فهؤلاء إذا أحرم أحدهم بالعمرة في أشهر الحج ثم أتى مكة ومكث في مكة ولم يسافر منها، هذا هو الشرط، مكث في مكة ولم يسافر منها، سواء للميقات أو لبلده أو لأي مسافة، على خلاف بين العلماء هل تكون مسافة قصر أو مسافة الميقات الذي جاء منه أو غير ذلك. المهم أنه خرج وسافر من مكة ولم يمكث فيها، ثم عاد محرما بالحج بعد هذا السفر، هذا مفرد، هذا مفرد، لأن قضية التمتع هي أنه يتمتع الترفه من حيث انه اتى بنسكين في سفر واحد، يعني المتمتع ياتي بالعمره وبالحج في سفر واحد، فكانه ايه؟ ترفه، خفف عن نفسه، عن نفسه، لان اتمامهما اتمام الحج والعمره كما قال او كما روي عن عمر: ان تحرم بهما من دويره اهلك. افضل الاشياء ان تسافر سفرا مخصوصا للعمره وسفر مخصوص اخر للحج فقط، في العمره فقط والحج فقط. فإذا جمعت بينهما في سفر واحد فهذا نوع من التمتع والترفيه عن النفس والتخفيف عنها، انه بيأتي بسفر واحد فيأتي بالعمرة ثم يمكث يتمتع بأن ايه؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج يترفه ويتعرف على انه حلال وليس محرما الى ان يأتي يوم التروية ويهل بالحج، فجمع بين النسكين في سفر واحد، فلذلك سمي يعني متمتعا. وله شروط كما سنبينها ان شاء الله تعالى فيما بعد. يقول: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها، يعني بعد ما يتحلل من العمرة يحرم بالحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق، فكلامنا في أهل الآفاق، في أشهر الحج من الميقات، لابد أن يكون إحرامه من الميقات، وقدم مكة ففرغ وأقام بها، يعني ولم يسافر من مكة، وحج من عامه
هذا شرط اخر ان يكون الحج في نفس الايه السنه واضح، وحج من عامية انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا فالصيام، فهذا المتمتع يجب عليه الهدي واضح ان وجد الهدي، وان عجز فالصيام ينتقل الى الصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. فقوله عليه الهدي يعني يجب عليه الهدي بالنسبه للمتمتع عند القدره عليه والا فالصيام. وهذا الهدي وهذا الدم اختلف العلماء فيه هل هو دم جبران ام دم نقص ام دم نسك، هل هو دم لجبران نقص في عبادته ام انه دم نسك، يعني هو مقصود لاجل التعبد وليس لوجود نقص في عباده التمتع، كما سياتي الكلام ان شاء الله تعالى في اثناء في فضائل الكلام. اما الافراد فهو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمره، هكذا قال. والقرار هو ان يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعه. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد تمينا الحج؟ قال فعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي وحله، وهذا متفق عليه. طبعا هنا ملاحظة على قوله والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هذا في المذهب، بعد ما يفرغ من الحج يحرم بالعمرة، واضح؟ وإن كان يعني هذه المسألة فيها كلام سوف نذكره أيضا إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. أن الثابت عن السلف أنه من أفرد بالحج يحج فقط، أما هذه العمرة التي يفعلها أغلب الناس الآن متأثرين بهذا الرأي أو بهذا المذهب أنه يذهب مفردا ثم بعد ما يعني يقضي يعني بعد ما يؤدي مناسك الحج يخرج إلى التنعيم ويهل بإيه؟ بعمرة. ويعني فالغريب هنا انه ادخل هذا في تعريف الافراد، لا علاقه بين حج الافراد وبين هذه العمره التي ياتون بها بعد الايه؟ بعد الحج، انما الافراد هو ان يحرم الحج فقط، يعني دون ان يحرم به العمره. نعم. الحقيقه نحن سنتوقف عند يعني مساله نحن في امس الحاجه اليها، وهي مسألة المفاضلة بين أنواع النسك الثلاثة. أيا كان الراجح في هذه المسألة، لكن الغير مقبول أو غير المقبول هو أن بعض الناس يتشددون ويتعسفون في هذه المسألة بصورة تخالف هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى، بل والخلف أيضا. فوصل الأمر بالبعض إلى أنه يفسد من حج مفردا، يكون هذا حج باطل ويجب عليه أن يعني يفتحه الى عمره. لن نتعرض الان لموضوع المفاضله بين الحج والعمره بالتفصيل، بين النسك الثلاثه بالتفصيل، لكن فقط سنتوقف عند كلام العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه القضيه، هو يفضل الافراد، وسوف نذكر ادلته، ثم نذكر ادله من يفضل التمتع بل والقران ايضا. واضح؟ لكن الهدف كما ذكرنا من قبل ان هناك بعض المسائل نحتاج الى توسيع افقنا عند تناولها، ولا نقتصر على مطالعة رأي واحد ونغمض أعيننا عن أدلة المخالفين ثم يحصل تجرؤ بإبطال حج الناس لأن فلان حج مفردا وهذا الحج يعني إيه منسوخ في زعم كثير من الناس كما تروي إن شاء الله تعالى. فالهدف من هذه المناقشة التفصيلية هو يعني إبطال هذا الرأي الفاسد الذي يذهب إلى نسخ حج الإفراد تماما وأنه لا يجوز التعبد به، هذا ما نريد أن نبينه إن شاء الله تعالى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى حكم أنساك الحج الثلاثة، يقول اعلم أن من أراد الحج له أن يحرم مفردا وله أن يحرم اعلم ان من اراد الحج له ان يحرم مفردا وله ان يحرم متمتعا بالعمرات الى الحج وله ان يحرم قارنا بين الحج والعمره.
والدليل على التخيير بين الثلاثة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وهو نص صريح في جواز الثلاثة المذكورة. وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كان ينهيان عن التمتع، كان ينهيان عن التمتع. انتهى كلام النووي. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه جماهير أهل العلم، وحكى غير واحد عليه الإجماع. هذه المسألة يعني فصل فيها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تفصيلا شديدا في كتاب أضواء الدين، ويعني مختصر كلامه يقول: اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل من الأنساك الثلاثة المذكورة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن الإفراد أفضل من التمتع والقران، تفضيل الإفراد، قال به مالك وأصحابه، والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه، وبه قال عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واحتج من قال بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. هذا هو المذهب الأول، وهو مذهب إيه؟ تفضيل حج الإفراد على النسكين الآخرين. من هذه الأدلة حديث عائشة عند الشيخين قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذا الحديث لا يحتمل غير الإفراد بحال، لأنها ذكرت القران والتمتع والإفراد، وصرحت بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فدل على أنها لا تريد القران ولا غيره، لأنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، يعني أن هذا اللي بيهل بعمرة ده بيكون إيه؟ متمتع، لأن خرج للحج، فأولا بيأتون بالعمرة فيهل بالعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة فهذا القران، ومنا من أهل بالحج يعني فقط وهذا المفرد. وتقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني مفردا. ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، يعني مفردا. وفي رواية عنه في الصحيح مسلم قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، خالصا وحده، وهذا هو الإفراد. ومنها حديث ابن عمر عند مسلم قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأخرجه البخاري أيضا. وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج، وهو صريح في الإفراد كما ترى، قال بالحج مفردا. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عند مسلم قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم، وخصوصا جابر الذي عرف ضبطه لحجته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجملة الأدلة تدل بها على تفضيل الإفراد. ومن الأمور التي تحتج بها على أفضليات الإفراد على التمتع والقران إجماع أهل العلم على أن المفرد لا دم عليه إذا لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام. هذا إجماع أهل العلم على أن المفرد لا دم عليه، لا يجب عليه دم، إذا لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام ولم يخل بشيء من النسك. وانتفاء الدم عنه
مع لزومه في التمتع والقران يدل على انه افضل منهما. ان التمتع يلزمه ايه؟ في دم. المتمتع يلزمه دم والقارن ايضا يلزمه دم. فكانت العبادة التي لا يلزمها دم وهي عبادة المفرد الذي لم يترك شيئا من النسك ولم يرتكب شيئا من معروفات الاحرام افضل مما احتاج الى دم. طبعا هذا المذهب بناء على ان هذا الدم دم ايه؟ جبران لنقص في التمتع او القران. يقول انتفاء الدم عنه مع لزومه في التمتع والقران يدل على انه افضل منهما، لان الذي لا يحتاج الى الجبر بالدم افضل من المحتاج الى الجبر بالدم. واجاب المخالفون عن هذا بان الدم في التمتع والقران ليس دم جبر لنقص فيهما، وانما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك بدليل جواز أكل القارن والمتمتع منه، ولو كان جبرا لما جاز الأكل منه كالكفارات. وطبعا ثبت في السنة أن النبي عليه السلام أكل من إيه؟ من هديه. ورد أصحاب هذا القول بأنه دم جبر لا دم نسك. أصحاب القول بتفضيل الإفراد قالوا لا ده هو دم جبر وليس دم نسك، بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه. الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه، والنسك المحض كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلا عنه عند العجز عنه. الذي لا يستطيع أن يرحل في الأضحى يعني عيد الأضحى هل يعني ينتقل الصيام؟ لا، لأنه نسك المحض وليس للجبر. فالنسك المحض كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلا عنه عند العجز عنه، فلا يكون الصوم بدلا من دم إلا إذا كان دم جبر. إذا هذا هو الجملة الأخرى أو الدليل النوع الثاني من الدليل. الدليل الأول الحديث التي تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالإفراد أو معظم الصحابة في الإفراد. الدليل الثاني لزوم الدم في التمتع والقران وعدم وجوبه في الإفراد يدل على أنه أفضل منهما بناء على أنه دم جبران لنقص فيهما. ومن أدلتهم على أنه دم جبران أن الصوم لا يكون بدلا عنه عند أن الصوم يكون بدلا عنه عند العجز عنه، أما النسك المحض فلا يكون كذلك. ومن هذه الأدلة أنه أي الإفراد هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة. ونتألم كثيرا حينما نرى بعض الناس حينما يناقشون هذه القضية يغمضون أعينهم من هذا الدليل، خاصة الذين يجترئون بالقول بنسخ حج الإفراد ويعتبرونه مصيبة كبيرة لو أن رجلا أفرد. فلماذا أن ذيك الأفق اطلاع على رأي واحد والتشبث به وعدم الاطلاع على أدلة المخالفين؟ فانظر يعني يصل اغترار بهذا التفرد في المسائل والغرابة في الأخذ بالأفوال إلى حد أنه يتجاهل أن هذا ما فعله الخلفاء الثلاثة الراشدون سنة بعد سنة حصلوا عليه، سيأتي بعد ذلك في آخر الزمان من يعني يخرج من كمكمه ويكون هو منسوخ ولا يجوز أصلا التعبد يعني به. فهذا من أقوى الأدلة أنه أي الإفراد هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الناس وأتقاهم وأشدهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس مفردا، وحج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 10 سنين بالناس مفردا، وحج عثمان رضي الله تعالى عنه بهم مدة خلافته مفردا. قالوا فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة حول 24 سنة. 24 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون يحجون بالمسلمين مفردين، وهم يحجون بالناس مفردين، ولو لم يكن الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة كما حكى هذا النووي في شرح مسلم. ومنها أي من هذه الأدلة أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع، وبعضهم كره التمتع والقران وان كانوا يجوزونه، فكان ما اجمعوا على ان هناك كراهه فيه افضل ممن اختلفوا في كراهته.
ومنها ما جاء في صحيح مسلم مطولا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما بأن الخلفاء الراشدين الثلاثة والمهاجرين والأنصار كانت عادتهم أن يأتوا مفردين بالحج ثم يتمونه، وقد أخرجه البخاري أيضا. وأجاب المخالفون بأن حديث عروة السابق مرفوع بجواب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك جواب ابن حزم. فأما جواب ابن عباس رضي الله عنهما فهو قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع ابن عباس كان يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة نهى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن المتعة، فقال ابن عباس أراكم تتهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أو تقولون قال أبو بكر وعمر. الحقيقة لحد كده يعني كلمة طبعا دي مشهورة، يوسف أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، لا شك في صحة هذه الكلمة إذا كانت في موضعها، بمعنى أن من قدم أنه لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أبو بكر وعمر، إلى هذا لا بأس، لكن لا يعني هذا صحة مذهب ابن عباس في نفس الأمر. لماذا؟ لأن عروة بن الزبير رد على ابن عباس رضي الله تعالى عنه جوابا أسكته في هذه المسألة، حيث جاء في رواية عند عبد الرزاق أن عروة قال لابن عباس حينما أنكر عليه، يعني لما قال ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. الظاهر أن عروة كأنه يعني ظاهر الكلام أنه يعني يحتج بكلام بكر وعمر، حتى لو يعني كان ظاهر الكلام أنه في مصادمة قول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا لا يظن أبدا بواحد من الصحابة ولا من الأئمة، لكن هذا ظاهر الكلام، لكن في الحقيقة ما كان يقصد ذلك، هو كان يقصد ما أجاب به بعده، فإنه لما قال له ابن عباس أراكم ستهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فرد عليه عروة لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك، فاتضح بذلك أن عروة ما كان يقصد مصادمة أو تقديم قول أبو بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد فقه أبي بكر وعمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحتج به أنهما كان أعلم، لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. قالوا فترى عروة أجاب ابن عباس رضي الله عنهما بجواب أسكته به، ولا شك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها، لا يمكن ابن عباس أن ينكر ذلك. أما جواب ابن حزم رحمه الله فهو قوله إن ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من عروة، هذا جواب مين؟ جواب ابن حزم، يقول لا ده ابن عباس أعلم بالسنة بسنة أبي بكر بسنة الرسول عليه وسلم وسنة أبي بكر وعمر من عروة، وأنه يعني ابن عباس وأنه يعني ابن عباس خير من عروة وأولى منه بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. ثم ساق آثارا من طريق البزار وغيره عن ابن عباس يذكر فيها التمتع عن أبي بكر وعمر، وأن أول من نهى عنه معاوية، ولا يخفى سقوط كلام ابن حزم هذا، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى وإمام يعني جليل لا شك من أئمة الإسلام، لكن أحيانا في تشويش يعني تهويش يعني بيهوش كثير في مناقشات الفقهية، بحيث الطالب العلم الذي لم يحسن دراسة المسألة لو قرأ أول ما قرأ ابن عباس فإنه لا يملك إلا أن يقتنع بل ويتحمس لكلام ابن عباس من شدة العاطفة المتأججة واللهجة الهجومية في كلامه على مخالفه، كأنه معه الحق الذي لا يمكن أن يكون في غيره حق، لكن عند التروي والنظر في كلام يعني عامة العلماء يدخل اكتشاف يعني خطأ ابن عباس في كثير من مسائله، عفوا ابن حزم في كثير من مسائله. جزاك الله خير. أما قوله إن ابن عباس أعلم من عروة وأفضل، فلا يرد رواية عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين،
أنهم كانوا يفردون كما ثبت في صحيح مسلم. صح عروة أفضل من ابن من يعني ابن عباس أعلم وأفضل من إيه من عروة بن الزبير مفيش كلام. لكن هل هذا يقتضي هذه الأفضلية أفضلية ابن عباس على عروة؟ هل تقتضي أن ترد رواية صحيحة عن عروة عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون كما في صحيح مسلم؟ وابن عباس لم يعارض عروة بأن فعلهما كان مخالفا لما ذكره عروة من الإفراد، وإنما احتج بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من أمرهما، وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إلا ما علما من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل وأتبع لسنته صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار التي رواها من طريق ليث وغيره فلا يخفى أنها لا تعد شيئا مع ما ثبت في الصحيحين عنهم من الروايات التي لا مطعن فيها أنهم كانوا يفضلون الإفراد. ومن فهم كلام الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم حق الفهم علم أنهم يعلمون جواز التمتع والقران علما لا يخالجه شك، ولكنهم يرون أنه أتم للحج والعمرة أن يفصل بينهما كما لا يخفى. ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بالإفراد ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، قال: ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع، وبعضهم كره التمتع والقران وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله، فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل. قد يرد سؤال هنا ويقول قائل: هؤلاء الذين يفضلون الإفراد على غيره من الأنساك كمالك والشافعي وأصحابهما، بأي جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والأحاديث الواردة بأنه كان متمتعا، والأحاديث الواردة على أنه تأسف هو على أنه ساق الهدي الذي صار سببا لمنعه من التحلل بعمره؟ ومعلوم أنه لا يتأسف على فوات العمرة إلا وهي أفضل من غيرها، والقران الذي اختاره الله له لا يكون غيره أفضل منه، لأن الله لا يختار لنبيه في نسكه إلا ما هو الأفضل. يعني هذه بعض الإشكالات من الفريق الآخر الذي يرى تفضيل التمتع أو الإيه أو القران. يعني استدلوا بأن إيه أن هناك أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وفي الحديث أنه حج متمتعا، وهناك أحاديث تدل عليه تأسف على أنه ساق الهدي، تأسف على أنه ساق الهدي، لأن سوق الهدي كان مانعا من أن يحول حجه إلى عمرة. فلا شك أنه لا يتأسف على فوات العمرة اللي هي تدل على التمتع يعني إلا وهي أفضل من القران ومن الإفراد. إشكال آخر: القران هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار النبي في نسكه إلا ما هو الأفضل. الجواب أن المالكية والشافعية يقولون إن التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إيه؟ أن من كان أهل بالحج أمره بأن يفتخ الحج إلى عمره، أمره أن يفتخ الحج إلى عمره. لا شك أنه في ذلك الوقت وفي تلك السنة أفضل من غيره، يعني في هذه السنة بالذات وهي سنة حجة الوداع، فسخ الحج إلى عمره هذا كان إيه؟ أفضل بلا شك من غيره. ولكن لا يلزم من أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه، بدليل أنه جاءت أحاديث سيأتي قريبا بيانها إن شاء الله تعالى دالة على أن تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة خاص بذلك الركب وبتلك السنة. يعني الصحابة رضي الله عنهم كان يتحتم عليهم من أفرد من كان مفردا وأهل بالحج، كان يتحتم عليه أن يفسخه إلى عمرته، وأن هذا الوجوب وهذا التحتم إنما كان على هؤلاء المسافرين هؤلاء الصحابة بالذات وفي تلك السنة بالذات، فهذا لا يدل على أنه إيه في هذه الحالة هو ما كانش بقى بنقول أن أيها جائز، مش مسألة جواز أو مفضلة مطلقة، وإنما هو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم وواجب على الصحابة في ذلك العام وفي تلك الظروف وفي تلك السنة، وهذا الصحابة بالذات. لكن خارج هذا
يجري الخلاف في أي الأمساك الثلاثة أفضل. إذا لا يلزم من أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه، كما سيأتي شرع الأدلة على ذلك، أن هذا الوجوب وجوب الفسخ، فسخ الحد العمرة، كان خاصا بذلك الركب، بذلك الركب وفي تلك السنة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالفسخ لأفضليته في حد ذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحد إلى العمرة لم يكن لأن التمتع أفضل في حد ذاته، ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته، كما سنبين إن شاء الله تعالى. لأنه كان يعني كان أهل الجاهلية يعتقدون أن إدخال العمرة على الحج من الحنث العظيم. هذه مصيبة كبرى عند أهل الجاهلية، أن الواحد يحرم بعمرة ثم بعد ذلك إيه يتمتع، يعني يعتمر أولا ثم يحج. كان يعتبرون إدخال العمرة على الحج من الحنث العظيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أن يبطل هذا الإيه الفهم عند الأهل الجاهلية، أو هذا الحكم من أحكام الجاهلية. إذن هذا الفسخ لم يكن لأفضلية التمتع في حد ذاته، وإنما لحكمة أخرى خارجة عن ذاته، وهي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة. أما قولهم إن الرسول عليه السلام اختار، إن الله سبحانه وتعالى اختار لرسوله القران ولا يختار له إلا الأفضل، فنقول إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به للبيان والتشريع فهو قربة في حقه، وإن كان مكروها أو مفضولا. يعني ممكن الرسول عليه السلام يفعل شيء ويعني مثلا ينهى عن شيء ثم يفعله لبيان الجواز مع الكراهة مثلا، واضح؟ فهذا إنما فعله تشريعا للأمة وتخفيف عن الأمة والبيان للتشريع أن هذا حكمه كذا، واضح؟ وأن هذه كراهة كراهة تنزيهية وليس تحريمية، ماشي؟ فمثل هذا المسلك في حد ذاته هو في حق الرسول عليه السلام قربة من أفضل القرب، فيكون فعله للمكروه والمفضول هو الإيه الأفضل في حقه، لأنه في مقام الإيه التشريع والتبيين للأمة، كما قال في مراقي السعود: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، لأنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. فربما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا شيء هو مكروه حتى يبين لنا أن هذه كراهة كراهة تنزيهية، لأنه كانت كرامة تحريمية لا يمكن أن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فصار في جانبه أو في حقه من القرب، صارت هذه قربة وفاضلة في حقه، أو إن كانت مفضولة في حق غيره أو مكروهة كراهة تنزيهية في حق غيره، لأنه هنا يشرع للأمة التخفيف والرحمة بها. فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، فهذا مكروه، ومع ذلك فعله ليبين أن هذه كراهة كراهة يعني تنزيهية وليست تحريمية. يقول: إذا تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة خاص بذلك الركب وبذلك السنة، وأنه لم يأمر بالفسخ لأفضليته في حد ذاته، ولكن لحكمة أخرى خارية عن ذاته، وهي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وما فعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به للبيان والتشريع فهو قربة في حقه، وإن كان مكروها مفضولا أو مفضولا، فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولا أو مكروها، فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقه وأفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته، كما هو مقرر في الأصول. أيها الرسول عليه السلام كان يعني حريصا شد الحرص على ان يبين للمسلمين جواز الاعتمار في اشهر الحج، في اشهر الحج، ولذلك نلاحظ يعني كما ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعده،
إلا العمرة التي كانت مع حجته. عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجارنة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحداهن في رجب، فأنكرت عائشة أنه اعتمر في رجب قط، وذلك من قبل أنه لم يصح ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكانت عمره كلها في ذي القعدة أوسط شهر الحج، وبين للمسلمين جواز الاعتمار في أشهر الحج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بالفسخ إلى عمره، وهذا دليل على أن العمر الثلاث الأول لم تزل ما في نفوسهم بالكلية، فأتى في أعظم موسم اجتمع فيه عدد كبير جدا من الصحابة، وكان موسم بيان وتشريع في حجة الوداع بمحضر من هذا الجمع العظيم، وأراد أن يقضي تماما على هذا الموقف الجاهلي من العمرة في أشهر الحج أو إدخار العمرة على الحج، فلذلك أوجب على هؤلاء الرأس بالذات أن يفسخوا الحج إلى عمرة. نعم. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان، بل لا كراهة في واحد منهما تعيينا، ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره، وإن كان غيره أفضل منه بالنظر إلى ذاته. وإليك بعض الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن ذلك مختص بذلك الركب وتلك السنة. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه، قال فيه: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فقوله هنا في هذا الحديث: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وترتيبه بالفاء على ذلك لأنه قال إيه: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، إلى أن قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فالترتيب بالفاء يدل على إيه؟ على التعليل. فقوله فأمرهم، كانوا يرون كذا فأمرهم، فهذا ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له صلى الله عليه وسلم على أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة هو أن يزيل من نفوسهم بذلك اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فالفسخ لبيان الجواز كما دل عليه هذا الحديث المتفق عليه، لا لأن الفسخ في حد ذاته أفضل. وقد بين الحافظ البيهقي في السنن الكبرى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه المذكور دال على ذلك، يعني روايته هكذا، ولا ينافي ذلك أن ابن عباس يرى فسخ الحج في العمرة لازما، لأنه لا مانع من أن يكون يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكور كما دل عليه حديثه، وهو يرى بقاء حكمه ولو كان سببه الأول بيان الجواز، ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين والأنصار خالفوه في رأيه ذلك. أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج يعني إلى عمره، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكم خاصة. يعني إيه الكلام عن الجواز؟ كلام عن الوجوب، وجوب فسخ من كان محرما بالحج، فكان يجب عليه أن يفسخه إلى عمره، واضح؟ فهذا الصحابي الجليل بلال ابن الحارث سأل الرسول عليه السلام: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة، يعني واجب علينا نحن خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة. فدل على أن الوجوب هو مختص بذلك الركب وبتلك السنة لإبطال هذا الذي ذكرنا من اعتقادهم فيما مضى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا في مسلم. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر قال: لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. متعة النساء يعني ما كان يحتمل أن تقع إلا من من؟ إلا من الصحابة، لأنها نسخت بعد ذلك. أما متعة الحج فيقصد وجوب متعة الحج، إنما كان لهم إيه؟ خاصة في ذلك العام. قال البيهقي وغيره من الأئمة: مراد أبي ذر بالمتعة المذكورة المتعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، وهي فسخ الحج في العمرة. وقد رد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين: الجهة الأولى منهما تضعيف الحديثين المذكورين، قالوا: وقد روى فسخ العمرة فسخ الحج في العمرة 11 صحابيا، أين يقع الحارث الحارث ابن ولال منهم؟ قالوا: وحديث أبي ذر عند مسلم موقوف عليه وليس بمرفوع، فإذا كان الأمر كذلك فقد تبين عدم صلاحيتهما للاحتجاج. هذه الجهة الأولى. أجاب المانعون من تضعيف الحديثين المذكورين بقوله: إن حديث بلال المذكور سكت عليه أبو داود، ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج. وأيضا لم يثبت في الحارث ابن بلال جرح، بل قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول. كذلك اعتراض حديث بلال بن الحارث بما رواه مسلم عن أبي ذر. أيضا أن حديث أبي ذر يعتضد بمتابعة عثمان في ذلك، مما يدل على أن أبا ذر لم يجزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة ذلك، مما يعضده أيضا مواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الإفراد، فمواظبتهم على إفراد الحج نحو 24 سنة يقوي حديث الحارث ابن بلال المذكور. وقد رأيت الرواية عنهم في صحيح البخاري ومسلم كما سبق. هذا في يتعلق بالجهة الأولى في الرد على هذين الحديثين. الجهة الثانية هي أن هذين الحديثين معارضان بأقوى منهما، وهو حديث جابر المتفق عليه أن سراقة ابن مالك ابن جرشم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في تمتعهم المذكور: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. وفي رواية في الصحيح: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. قالوا: فإذا الحديث بلال بن الحارث اللي هو الذي يعني فيه فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة، وأيضا حديث لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة وحديث أبي ذر، قالوا: هذا يخالف هذا الحديث عن سراقة بن مالك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد أبد، يعني ففهم أنه في تعارض على بل لأبد أبد، يعني إيه؟ أن ليس لم يكن لهم خاصة بل لجميع الناس الذين يأتون من بعد. والجواب عن ذلك أنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان الجمع بينهما، وإذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب ذلك إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول. ووجه ذلك الجمع أن حديث بلال بن الحارث وأبي ذر محمولان على أن معنى خصوصية المذكورة التحتم والوجوب، بل لنا خاصة أو بل لكم خاصة، إنما يقصد خصوصية إيه؟ في الوجوب وليس في الجواز، أما في الوجوب يعني هو واجب على هذه على الصحابة في هذا السنة بالذات وهؤلاء الحجاج بالذات، هذا متحتم وواجب عليهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة في هذه السنة بالذات اللي هو الوجوب. فإذا هذان الحديثان محمولان على أن معنى الخصوصيات المذكورة التحتم والوجوب، ولا ينافي ذلك بقاء جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. فإذا حديث سراقة بن مالك بل للأبد، وقول دخلت وهو في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد، يعني إيه مقصود بذلك؟ الجواز، جواز التمتع، جواز التمتع. وقوله في حديث جابر بل للأبد محمول على الجواز وبقاء المشروعية إلى الأبد، فاتفق الحديثان. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لنا صوابه في حديث بل للأبد
وحديث الخصوصية بذلك الركض هو ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الجمع المذكور آلفا. ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى. أجاب النووي في شرح المهذب عن قول الإمام أحمد: أين يقع الحارث بن بلال من 11 صحابيا رووا الفسخ عنه؟ قال: ما نصه؟ قلت: لا معارضة بينهم وبينهم. الصحابة الذين رووا الفسخ لا معارضة بينهم وبين إيه؟ حديث الحارث بن بلال. لا معارضة بينهم وبينه حتى يقدموا عليه، لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم، فقد وافقهم الحارث في إثبات الفسخ للصحابة، ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم، وهي اختصاص الفسخ بهم، اختصاص وجوب الفسخ بإيه؟ بهم. انتهى كلامه رحمه الله. واعلم أن المالكية والشافعية وأصحابهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه كان متمتعا، وكلها ثابتة في الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع، مع الأحاديث المصرحة بأنه كان مفردا التي هي معتمدون في تفضيل الإفراد. هنا الجواب عن شبهة إيه؟ إن في روايات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وروايات أنه حج متمتعا، وروايات أنه حج قارنا. الجواب أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا مفردا، أحرم أولا مفردا، ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج فصار قارنا. فأحاديث الإفراد يراد بها عندهم أنه الذي أحرم به أول إحرامه، وأحاديث القران عندهم حق، إلا أنه عندهم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، وصيرورته قارنا في آخر الأمر هي معنى أحاديث القران. فالصحابة الذي روى أنه حج قارنا حتى آخر إيه؟ الأمرين، والذي روى الإفراد حتى أول الأمرين، فلا منافاة. أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعا فلا إشكال فيها، لأنها مسألة اصطلاحية لا أكثر، لأن السلف يطلقون اسم التمتع على القران. أحيانا السلف يطلقون على التمتع القران أو التمتع على القران، من حيث إن فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج. ومما يدل على أن اسم التمتع يطلق على القران ما أخرجه الشيخان عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع عثمان وعلي رضي الله عنهما، وكان عثمان ينهى عن المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، أهل بهما جميعا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان عندهم متمتعا، وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني أدلة، أو باختصار أدلة الفريق الأول الذي رأى تفضيل الإفراد على التمتع والقران. القول الثاني قول من قال إن القران هو أفضل أنواع النسك، إن القران هو أفضل أنواع النسك، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وإسحاق ابن راهويه والمزني وغيرهم، استدلوا بأدلة منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. كذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رواه مسلم من حديث عمران بن حصين أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، وفي رواية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وقد روى عن أنس رضي الله تعالى عنه حديث قران النبي عليه الصلاة والسلام هذا 16 رجلا، كما بينه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال:
صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، وقل عمره في حجة. والأحاديث مثل هذا يعني كثيرة. إذن هذه جملة أدلة إيه من فضلوا القران بناء على هذه الروايات أن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه بدأ أولا بالمفردا ثم أدخل على الحج إيه عمرة فصار قارنا. القول الثالث قالوا إن التمتع أفضل الأنفاك مطلقا، إن التمتع أفضل الأنفاك مطلقا. نعم. وقال شيخ الإسلام كان ابن عباس يوجب المتعة، يوجب المتعة. طبعا يعني حتى على ابن عباس أن يوجب المتعة، لكن هل ابن عباس يرى أن الإنسان لو حج مفردا يكون حجه باطلا؟ لا، خلافا لمن يعني انتقدهم في بداية الكلام أن بعض الناس أن يشتدون اشتدادا شديدا في هذه المسألة. نعم. القول الثالث قالوا التمتع أفضل الأنفاك مطلقا، وقيل إنه أفضل لمن لم يسق الهدي. وكلا القولين مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحجتهم هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع أصحابه الذين لم يسقوا هديا أن يفسخوا حجهم في عمره، كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بروايات صحيحة لا مطعن فيها. وتأسف هو صلى الله عليه وسلم على سوقه للهدي الذي كان سببا لعدم تحلله بالعمرة معهم. قالوا لو لم يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه، ولما تأسف على أنه لم يفعله في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان الاحاديث الواردة بانه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، والواردة بانه كان قارنا، والواردة بانه كان متمتعا لا يمكن الجمع البتة بينها الا الواردة منها بالتمتع والواردة بالقران، فالجمع بينهما واضح لان الصحابة يطلقون اسم التمتع على القران كما هو معروف عندهم ولا يمكن النزاع فيه. اما الاحاديث الواردة بالافراد فلا يمكن الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع والقران، فادعاء إمكان الجمع بينهما غلط، وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء العلماء. أما وجه الجمع فسبق ذكر الأول منهما، أما الثاني فهو أن المراد بالإفراد إفراد أعمال الحج، لأن القارن يفعل في أعمال الحج كما يفعله الحج المفرد، فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا على أصح الأقوال وأقواها. في جواب اخر بان يعني ان الرسول عليه السلام كان قارنا يلبي بهما معا، يعني سمع بعضهم الحج والعمرة معا، وسمع بعضهم الحج دون العمرة، وبعض سمع العمرة دون الحج، فروى كل ما سمع، فروى كل ما سمع. ثم يقول ايضا الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في ان من طاف حل بعمرة شاء او ابى مذهب مهجور خالف فيه الصحابة والتابعون فمن بعدهم، فهو كقوله بنفي العود وبان الامة لا يحجبها من الثلث الى الثلث اقل من ثلاثة. فان قيل مذهبه هذا ليست كذلك لانه دلت عليه النصوص، فالجواب وما ذكرنا من حجج من خالفوه وهم عامة علماء الامة والعلم عند الله تعالى. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان قول بعض المتأخرين بمنع الافراد مطلقا مخالف للصواب، ثم قال والاظهر عندي في هذه المسألة هو ما اختاره العلامة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه، وهو افراد الحج بسفر ينشأ له مستقلا وانشاء سفر اخر مستقل للعمرة،
وذكر أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة بتة، وإنما قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما. فاختار عمر لهم أفضل الأمور إن هو إيه؟ أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تسافر سفر مستقل للعمرة وسفر مستقلا للحج. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكذلك علي، وهو عندهم بهذه الصورة أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. وقد قال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج أو يعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله. وبذلك تعلم أن قول من قال بمنع الإفراد مطلقا مخالف للصواب كما ترى، والعلم عند الله تعالى. يعني هذا ما يتعلق بهذا المذهب، يعني انا احببت ان تطلعوا على شيء من التفصيل على ادلة من فضل الافراد مطلقا. للعلماء كلام اخر في يعني العلماء في شيء من التفصيل في بالنسبة لتفضيل يعني التمتع بالذات التمتع او تفضيل يعني القران. هو هنا يعني في المذهب الحنبلي أن التمتع هو أفضل الأنساك، أفضل الأنساك التمتع. يقول العلامة الشيخ كثير رحمه الله تعالى، يقول الشيخ العثيمين حفظ الله تعالى في شرحه للروض المربع، يقول قوله أفضل الأنساك التمتع هذا يفيد أن هناك أنساكا متعددة، لأن الأنساك جمع وأقل الجمع ثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران لا رابع لها. واضح؟ تقول وقوله أفضل الأنساك التمتع الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان من ساق الهدي في تلك الحجة قلة. وقد حتم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه حيث قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ورجعه الصحابة في ذلك وقالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج وقد سمينا بالحج إلى لبينا بالحج؟ قال افعلوا ما آمركم به. حتى أوردوا عليه مسألة يستحيى منها، ولكن حملهم ما في نفوسهم على إرادها، قالوا يا رسول الله نخرج من منى وذكر أحدنا يقطر منيا أي من جماع أهله لأنهم سيحلون الحل كله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة فجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يتمتع، لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد وحينئذ يتعذر التمتع، ولأنه أكثر عملا، أن حج التمتع فيه أعمال أكثر من إيه؟ من غيره، ولأنه أسهل على المكلف. وقوله أفضل الأنساك التمتع أفادنا رحمه الله أنه يجوز ما سوى التمتع، يعني كلمة أفضل الأنساك التمتع نأخذ منها أحكام كثيرة، من هذه الأحكام أن القران والإفراد جائزان لكنهم مفضلان بالنسبة للتمتع مع وجود الأمر، لكنها ذلت على هذا لأن قال أفضل النسكين القران والتمتع مثل التمتع لكنه قال افضل انساك، فدل على جواز الايه الافراد بالذات يعني. وذهب بعض العلماء الى ان التمتع واجب، وان الانسان اذا طاف وسعى للحج في اشهره اذا لم يسق الهدي فانه يحل شاء ام ابى، وهذا راي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واستدل رضي الله تعالى عنه بامر النبي صلى الله عليه وسلم وتحسينه على الناس وغضبه لما تراخوا وصاروا يراجعونه. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. وذكر رأي شيخه وقال وأنا إلى رأي ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا.
وكان ابن القيم يفضل الثلاثة طبعا. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة حتى يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل من التمتع. واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ورضبة وتحكيمه أن هذا الوجوب خاص بالنبي بالصحابة رضي الله عنهم، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان. فلا نقول التمتع أفضل مطلقا ولا الإفراد ولا القران، واستدل بدليل سمعي ونظري. أما السمعي فهو أن أبا ذر رضي الله عنه سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة، قال بل لنا خاصة، يعني الوجوب لهم خاصة. وذكر الحديث ايه سراقة بن مالك وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بل للأبد أبد، لأن المقصود لنا خاصة يعني ايه الوجوب لنا خاصة. أما الدليل النظري فيقول إن الصحابة خوطبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو لم ينفذه الصحابة كان هذا وصمة عار للأمة. فيقال إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول مباشرة فنحن من باب أولى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر هذا الحكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بالقول. فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على ما بقي عليه أولا، وهو أنه هو الأفضل، أو يختلف كما قال شيخ الإسلام باختلاف حال الإنسان. يعني شيخ الإسلام يقول ما نستاش أن نقول إن مطلقا أن القران أفضل أو التمتع أفضل أو الإفراد أفضل، وإنما نسأل نسبية. فمثلا من ساق الهدي فنقول القران أفضل في حقه، من كان لا يستطيع السفر إلا مرة واحدة، نفر واحد لا يستطيع أن يذهب هناك إلا مرة واحدة فقط، فنقول له التمتع أفضل، لا يتيسر له أن يأتي سفر مستقل بعد ذلك العمرة، وهكذا. يقول الشيخ العثيمين: وما قاله رحمه الله وجيه جدا، وهو أن وجوب الفسخ في ذلك العام الذي واجههم به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأما بعد ذلك فليس بحق، لأن ما زال هناك من يفتي الآن بوجوب فسخ المفرد، يوجب عليه أن يفسخ إيه الحج إلى عمر. وأظنه لا يقبل لو كان الأمر واجبا على أبي بكر وعمر وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول صلى الله عليه وسلم ولفهمهما قوله. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه، وأنه واجب على الصحابة كما علم. إذا في ما حكم التمتع نقول كان واجبا على الصحابة في هذه السنة خاصة، أما بعد ذلك فليس بواجب. كذلك من ساق الهدي طبعا هذا لا يمكنه أن يتمتع، لأنه لا يمكنه أن يحل، والتمتع لابد فيه من الحل. قال شيخ الإسلام: لا نقول إن التمتع أفضل مطلقا، ولا القران أفضل مطلقا، ولا الإفراد أفضل مطلقا. فيقول من ساق الهدي فالأفضل له القران. لماذا؟ أولا لأن التمتع في حقه متعذر، من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، لأن التمتع في حقه متعذر، فكيف يتمتع وهو لم يحل؟ والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم عيد، فمتى يتمتع؟ ثانيا لأن القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، القران إذا الأفضل. أنه ثالثا أنه يجمع بين الحج والعمرة، مع أنه لو أفرد وقد ساق الهدي صح. أيام يقول شيخ الإسلام: فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي، يعني لو واحد اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أن خرج يوم التروية بالحج، هذا طبعا متمتع وأفضل شيء لا متمتع. لكن لو هو أدى عمره مثلا في رمضان في غير أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، فالأفضل له الإيه؟ الإفراد. الإفراد حتى إنه قال إن هذا باتفاق الأمة، أي أن أفضل الأفضل الإفراد، لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة. وهذه المسألة يعني كما بينا. ثم نكمل إن شاء الله تعالى، يعني طبعا الهدف الحقيقة في هذه المسألة بالذات كما قلت أن تفتح يعني مداركنا لاستيعاب خلاف الأئمة في مثل هذا، ولا نجاسف بالقول ببطلان عبادة أو أن نوجب على الناس فسخ الإفراد، بل كما ترون يكاد يكون مذهب الجمهور هو تفضيل الإفراد على القران والتمتع.
واهل الحديث عموما يفضلون الايه التمتع على النسكين الاخرين يعني ايا كان الامر. وشيخ الاسلام تيميه يقول لا يقال ان احد الانساك افضل مطلقا بل هي مساله نسبيه على التفصيل الذي ركبها. فيكفينا يعني هذا بالنسبه للخلاف في هذه المساله. والمهم جدا هو الا ننخدع بقول من يتعسف ويوجب على من راه مفردا ان يفتقها الى عمره. نعم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. استعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد شرعنا من قبل في باب الاحرام. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو واجب من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا احرام. فميقات اهل المدينه ذو الحليفه بينها وبين المدينه 7 أميال او 6 وهي ابعد المواقيت من مكه بينها وبين مكه 10 أيام. وميقات اهل الشام ومصر الجحفه قريه خربه قرب رابع بينها وبين مكه 5 مراحل او 6. ومن احرم من رابع فقد احرم قبل الميقات بيسير. اما قوله وهو واجب من الميقات فالميقات لغه الحد. الميقات لغه الحد. فتقول كما في مواعيد وميعاد. ميعاد ميقات مفرد اما الجمع مواقيت كمواعيد. وهو الزمان والمكان المضروب للفعل. الميقات زمان او مكان مضروب ومحدد ان يفعل فيه الفعل استعير للمكان المعين. اما فاذا الميقات لغه هو الحد واصطلاحا موضع العباده وزمنها. موضع العبادة وزمنها يعني مكان العبادة وزمنها. فالتوقيت هو التحديد وبيان مقدار المدة. وأصله أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. هو الأصل ميقات متعلق بالزمان لكن حصل اتساع فيه فصار أيضا يتعلق بالمكان أو أطلق على المكان. فالمراد بالميقات التحديد أو تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشروط المعتبرة. الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. أما موضعها فسنذكره من حيث الأماكن. أما من حيث الزمان فهو أشهر الحج أشهر الحج. والمواقيت المكانية المنصوص على توقيتها أو ما حلها. بالنسبة نتكلم عن المواقيت فهي مواقيت المكانيه التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم او ما حاذاها لمن لم يمر على نفس المواقيت. ولما كان بيت الله الحرام معظما مشرقا جعل الله له حصنا وهو مكه وحمى وهو الحرم وللحرم حرم وهو المواقيت حتى لا يجوز لمن دونه ان يتجاوزه الا بالاحرام تعظيما لبيت الله الحرام. يعني كما نلاحظ في بعض العبادات يكون في وقت يعني في دائما جمع بين حل واحرام. في الصلاه الانسان في احوال العاديه هو حل لكن اذا احرم بالصلاه دخل في تحريم الصلاه ولذلك تسمى تكبيره الاحرام. يعني بها يحرم على الانسان اشياء مما يجوز له ان يفعله خارج الصلاه كالكلام والاكل والشرب والحركه وغير ذلك. كذلك الارض كلها حل المحاسن مكة الأرض كلها حل ما عدا مكة والمدينة فهما حرمان. أما مكة فقد حرمها إبراهيم عليه السلام وأما المدينة فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا كلاهما بوحي من الله عز وجل. فما يحصل من الناس في هذا الزمان من توسع في استعمال كلمة الحرم هذا من البدع والضلالات. حتى
في الحرم القدسي، مثلا يقول الحرم القدسي أو الحرم الخليلي أو الحرم الإبراهيمي في بيت المقدس، لا يطلق على بيت المقدس حرم. الكلمة حرم كلمة نوعية وراءها دلالات وأحكام، والتحريم لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يفتري الإنسان على الله الكذب ويدعي كل شيء يطلق عليه الآن حرم. فإذا كان مسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين وأولى القبلتين لا يطلق عليه حرما، فكيف يطلق على سكة الترام حرم سكة الترام، وعلى الجامع حرم الجامعي، ومش عارف وهكذا، كل شيء جعلوا له حرما. فالتحريم هو لله، الحلال وحلال الله، والحرام وحرام الله. فلا ينبغي التوسع في استعمال كلمة الحرم، فلا يوجد في الإسلام إلا حرمان فقط، حرم مكة الحرم المكي والحرم المدني. وتشريع هذا كله إنما هو من مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام. فلما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حسنا. الحسن بيت الحرام هو مكة نفسها المدينة، ثم هناك حدود أوسع من ذلك، الحمى، يعني الملك لما يكون له قصر هذا القصر يكون له حمى، حمى اللي هي الأرض التي لا يجوز لأحد أن يدخل فيها أو يرعى بمواشيه في داخل حدود الحمى الذي حدده الملك، وهو الذي ضرب به المثال في الحديث، ألا وإن لكل ملك حمى، أي قصر أو شيء خاص بالملوك وكذا، طبعا الرؤساء، يبقى فيه زي سور حمى محيط به، واضح؟ فإذا القلب هو مكة، البيت الحرام، جعل الله حسما له حسما، وهو مدينة مكة التي فيها المباني. هناك حدود أوسع من ذلك وهي حدود الحمى وهو الحرم، لأن حدود الحرم أوسع من حدود مكة المكرمة. ثم إن الحرم له حرم، نفس الحرم حدود الحرم لها حرم. ما هو حرم الحرم؟ المواقيت، المواقيت. فأنظر كل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى بيت الحرام. فالمواقيت، كل من أراد أن يقصد، كل من قصد مكة لأداء نسك من حج أو عمرة، فلا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت إلا وقد أحرم. فإذا جاوزها غير محرم كان عليه دم، كان عليه دم. إذن يقول الشارح الروض المربع: ولما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حسنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت، حتى لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا بالإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة تصغير الحلفة، واحدة الحلفات، وهو نبات معروف، وهي قرية خربة وفيها اليوم عشش قليلة، تعرف الآن بأبيار علي، وهذه من خرافات العوام ينسبون إلى علي رضي الله تعالى عنه أنه قاتل الجن فيه عند هذه الأبيار، فيسمونها أبيار علي. أما الاسم الاصطلاحي فهو ذو الحليفة. قال شيخ الإسلام: وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميه العمة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهذا كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله. علي رضي الله تعالى عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجر ولا غيره. فذو الحليفة بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7. طبعا تختلف عبارات العلماء في تحديد المسافات، بعض العلماء يقولون بينها وبين المدينة 10 مراحل أو أقل أو أكثر، هذا كله باعتبار اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق. هذا الميقات وهو ذو الحليفة هو أبعد المواقيت من مكة، أبعد المواقيت من مكة المكرمة هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. أي نعم. وميقات أهل الشام، أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة كانت قرية قديمة كبيرة معمورة جامعة، وكانت تسمى مهيعة، فجحف السيل بأهلها
فسميت الجحفة بقرب رابغه على يسار الذاهب إلى مكة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة، ومن أحرم منه فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة. أحرم منه لأنه لضرورة البهام الجحفة على أكثر الحج ولعدم مائها، يعني لا شك أن الأفضل أن الإنسان يحرم عند الميقات بالضبط، فلو أحرم قبله بقليل إن كان لغير حاجة إن كان لغير حاجة فلا شك أن هذا يكون مفضولا، والأفضل أن يحرم من إيه؟ من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان لحاجة أو ضرورة طرأت ففي هذه الحالة لا يعد هذا الفعل مفضولا. مثلا واحد راكب طائرة، هل في الطائرة يعني يستطيع الإنسان أنه بالضبط يحدد أنه هو فوق رابغ مثلا أو المكان الفلاني من الوقيف، خاصة أن الطائرة تجري بسرعة، فربما يعني يمر وقت طويل بحيث يتجاوز الميقات بسرعة، ففي مثل هذه الحالة يمكن أن يحتاط ويحرم قبل الإيه؟ الميقات بقليل احتياطا. مثلا يعني الميقات أهل الشام ومصر والمغرب هو الجحفة، الجحفة خربت وما صارت يعني كما كانت من قبل المدينة معمورة ومأهولة، والمكان المأهول هو مكان قبلها بقليل يدعى رابعا، واضح؟ فلأجل دراسة معالم هذه المدينة أصبح أغلب الناس لا يعرفونها ولا يمرون بها، ففي هذه الحالة لا يعد الإحرام من رابغ مفضولا. لماذا؟ لضرورة انبهام الجحفة على أكثر الحجاج ولعدم وجود الماء فيها. نعم. وهذه القرية كما قلنا الجحفة قرب رابغ، وهو وادٍ عند الجحفة يقطعه الحاج بين الحرمين قرب البحر، وهو الآن بلدة مشهورة، بلدة رابغ معروفة. بينه وبين مكة ثلاث مراحل، قال النووي وغيره فيه نظر ظاهر، وإنما بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست، وهذا الواقع بلا ريب. قال شيخ الإسلام وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة، يعني لو أن الحاج آتي من مصر أو من الشام أو المغرب ومشى مثلا على الخط الساحلي قرب البحر، هذا بعيد من المدينة، فما هو ميقاته الجحفة أو رابغ، واضح؟ لكن لو أن قافلة المصريين مثلا اتجهوا إلى أو الشوام أو المغاربة اتجهوا سوف يزورون المدينة أولا قبل الحج، ففي هذه الحالة يعتبر ميقاتهم ذو الحليفة، حتى لو مش مسألة جنسيته إيه، فهو لما خرج للنسك على أي ميقات مر فهو ميقاته، يعني مصري عايش في اليمن، واضح؟ فنقولش بقى أهل مصر ميقاتهم الجحفة، إنما لأنه يمني فإذا ميقات أهل إيه؟ ميقات اللي هو يلملم، ميقات أهل اليمن كما سيأتي. فإذا أهل الشام ومصر وسائر المغرب إذا اجتازوا المدينة النبوية فإنه يصبح ميقاتهم إيه؟ يعني ميقات أهل المدينة. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان، ميقات أهل اليمن يلملم ويقال ألملم لغتان، وغلب على البقعة فلا ينطرف، وهو جبل من جبال تهامة، ويقال يرمرم يرمرم على البدل، وقيل واد هناك يحرم منه أهل اليمن وفيه مسجد معاذ، واليمن ما كان على يمين الكعبة، فانتبهوا لهذا كلمة من